جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. موقف المسلم إذا ما سأل هذا العالم فوجد إجابة، وسأل عالما آخر فوجد الإجابة تختلف عن العالم الأول، موقف المسلم حينئذ وكيف توجهونه؟ هل يكتفي بالعالم الأول أم يعدد الأسئلة إلى أكثر من عالم؟ هذا لا ينبغي أن السائل يعدد السؤال من كل عالم، بل عليه إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أفضل من يجده علما وعملا وورعا، وإذا سأله يكتفي بجوابه ولا يذهب يسأل آخر، لأنه سيحصل بلبلة في الغالب ويحصل اختلاف في وجهات أنظار العلماء رحمه الله، أو ربما يسأل من ليس أهلا للسؤال من المبتدئين أو من لم تتوفر لديهم المادة العلمية، ويحصل ارتباك على السائل وعلى غيره. فهو أولا لا يتوجه بسؤاله إلا لأفضل من يجده علما وورعا، وإذا سأله فإنه يكتفي بسؤاله ويعمل بما يوجهه إليه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.